ضربونا من التالي الضربة الأولى، الزوجة الثالثة ضربونا في الرويضة التالية، تم اللوطة تقلبت وجات في الواد. قسم بالإله أخوتي إلا تألمنا له ماشي ما باش قدرتي توصل داك الشيء هذاك مع رمضان العواشر هذه بوبريتا الدوس يعني الدوس ما دوش شي شهر. وانا ما نساش خيرها باسكو تهلا فيها صاحبي مروان، هو هذا مروان اللي راه مضروب في وجهه ثاني، هما انا كنت في الزنقه صاحبي فهمني انا هما جابوني. وتحيه للناس ديال الجزائر باش نحيدوا عليا الكابو الفوقاني نتاع اللوطو باش يهزوني. يعني بقات رجلي بقات لاصقه تما طوموبيل تعجنات وقال تعجنات وا نطلب من الوالدين يسمحوا لي بزاف، راني عذبتهم معايا والله الا نطلب منهم السماحه بزاف والله يطولنا فيهم في العمر ان شاء الله نشوفوهم نودوا بوريقاتنا ونشوفوهم وسمحوا لي بزاف لا تشوفوني وسمحوا لي بزاف. كما كتشوفوا الاخوان وصلنا لمدينه الريوش اللي كتبعد على طرقونا بواحد المسافه قليله تقريبا 30 دقيقه. جينا هاد المسافه من برشلونه للريوش علاش؟ على ود واحد الاخ مروان اللي باقي في مقتبل العمر تعرض لواحد الحادثه السير اللي هي خطيره، والقصه كيفاش وقعت الحادثه هذه فيها شويه ديال التاثير. المهم حنا ما نحرقوش عليكم القصه حتى نمشيو عند الاخ مروان ان شاء الله راه كيتسنانا في الدار ويعاود لكم قصة كاملة وتشوفوا كيفاش المعاناة ديال هاد الأخ مروان هذا. خليكم معنا إن شاء الله تمشيو عند الدار. كما كتشوفوا الإخوان دابا دخلنا عند الدار اللي ساكن فيها أخ مروان مع الدراري صحابه، هنا غادي يعاود لنا كيفاش القصة من الأول وشنو المعاناة اللي عنده وشنو المشاكل اللي عنده وشنو كيطلب. خويا مروان بعدا مرحبا بنا عندك. مرحبا بكم أخوتي، مرحبا بكم والله لا مرحبا بكم على الراس والعين أخوتي. راكم تسمحوا لي انتم اللي عذبتكم جيتوا كاع من برشلونه حتى عندي لهنايا. مرحبا خويا مروان، هذا واجب سمحوا لي، هذا واجب. تحيه للناس ديال وجده بعدا. الله يحفظك. الله يمرك مروان من مدينة وجده. خويا مروان باش نبداو القصه من الاول سي، حيت القصه ديال اخ مروان غادي توشيكم لان وقع لي واحد الاكسيدون صعيبه شويه. المهم هو يعاود لكم كل شيء غتعرفوا كامل بالتفاصيل. نبداو من الاول خويا مروان، شحال عندك انت هنا في اوروبا؟ يعني شحال تقريبا؟ عندي دركي 4 سنين هكا. 4 سنين؟ واه. مازال ما عدلتيش وريقات؟ لا مازال ما عدلت الوريقات. وكنتي خدام؟ كنتي محرك شويه؟ كنت خدام، كنت خدام في واحد الشركه نتاع هنا يعني في فيلا سيكا، وكنت خدام في فيلا سيكا دزنا عليها بالترام اللي كنا جايين. كنت خدام في واحد الشركه تما نتاع مصين نتاع السلعه، كنا نسربيو على الحوان نخدمو نسربيو على الحوان السلعه، كنت خدام بعدا من ديباني راسي برك يعني. صرات لي هاد الحادثه ما يعني الحمد لله كنتي خدام بخير ما خسرت حتى شي خدمه. كنت مدبر على راسي خدام. كنتي ساكن؟ لا كنت ساكن بخير بالدار بكل شيء. كنت كاري في طراغونا في الجهه نتاع ديال طراغونا. واه كانون خا تما. دابا تقدر تقول لنا خويا مروان كيفاش توقعت الحادثه هذه وداك النهار اللي وقعت فيه هذا الاكسيدو هذه شنو اللي وقع بالضبط؟ تعاود لينا باش نفهموا معاك القصه كامله من الاول. دركي انا كنا حنا ركبنا مع واحد الدريجة عندنا هنايا، قال لك يلا تمشيو تضربوا معنا واحد الدوره الجهه نتاع صاله. مشينا ركبنا معاه، قال لك اللوطو ما عرفناش حنا بلا مشفره، ما كناش عارفين بلا مشفره. دركي ركبنا مشينا معاه. شنو كيقول لكم اللوطو ديالو؟ كيقول لك اللوطو نتاع عمو. يعني انتم ما تقتوا به اللوطو ديال عمو اللي كنتوا عارفين شو قلنا اللوطو ما فيرمي. مشينا معاه مشينا معاه، كنا غاديين وصلنا صاله وريحنا في صاله شويه ولينا قلعنا. قال لك مشيو لكامبريس. مشينا لكامبريس، حرق واحد الفيروج نتاع الضو. بالليل ولا بالنهار؟ بالليل. كانت شي الوحده نتاع الليل هكا. وحده نتاع الليل؟ ايوا. حرق هذاك الفيروج. كي حرق هذاك الفيروج يمكن الكاميرات نتاع الاخر قبضونا. جاو البوليس، وكي شاف البوليس بحال اللي بقى هارب، هارب لهم. هذيك الهربه اللي بقى هارب لهم وبقاو يضربونا من التالي. ولكن انتم مني شفتوا مثلا البوليس جايين موراكم ما حاولتوش تقولوا وقف ولا؟ ما درك التفعفعه هو هارب، حنا قلنا له ريض في شي بلاصه هو بقى هارب. قال لك ريضوا ريضوا يمشيوا ما يبقاوش لاحقيننا. هربوا ما بقاو يضربونا من التالي. قال لكم ديك الساعه بلي الطوموبيل مسروقه ولا كان باقي ما قالهاش؟ ما كناش عارفين. حتى قبضونا البوليس. حتى قبضوكم؟ حتى قبضونا البوليس. شنو اللي وقع لكم؟ ضربونا من التالي الضربه الاولى، الزوجه الثالثه ضربونا في الرويضه التاليه، تما اللوطو تقلبت وجات في الواد. راه كان دازت في الاخبار. هي دازت في الاخبار كاع. جورنال.
دابا خويا مروان شنو الاحساس ديالك ديك الساعه انت مني كان كتشوف بلي البوليس تابعينكم وانت ما عندكش الاوراق تما بحال اللي بنادم يحس براسه انا مخلوع وما ما عارفش واش كاين بنادم ما عندوش الاوراق وخايب انا مع ريد ريد على حساب درك كي تقلبنا ما حسيتش براسي انا حق الدوني اي بوبا شنو اللي وقع ملي تقلبات الطوموبيل تقلبات الطوموبيل الحق شحال كنتم الواحد انتم في الطوموبيل كنا حنايا اربعه نتاع الدراري اربعه كنا زوج القدام وجوج النور ومن تقلبات الطوموبيل شنو اللي وقع كي تقلبات الطوموبيل انا مشيت واحد عرب صانت ما غبش رجلي انا كي شتها بغيت نحرك رجلي ما قديش العظم خارج لي هكا ما قديش صافي تغبش بقاش نحيدو عليا الكابو الفوقاني نتاع اللوطو باش يهزوني يعني بقات رجلي بقات لاصقه تما الطوموبيل تعجنات تعجنات واه وكان عندي الفوطو نتاع التليفون نتاع الطوموبيل مشى لي بالتليفون الفوطو نتاع الطوموبيل وشنو وقع ديك الساعه جاو البولي جاو لومبيلونس جاو لومبيلونس القوة المساعدة واه القوة المساعدة جات قطعوا لي هذيك القوة المساعدة ديك الكابو صافي تما كيهزوني لومبيلونس ما حسيتش براسي تلقيت راسي هنا في الريوش داري لي القبس داري لي واحد البلاكان تاع القبس من هنا حتى لهنا رجلك من الركبة حتى من التحت حتى الحزام حتى لهنايا وهاديك هي حتى داو بت عندهم ليلة وغدا لي داوني لطراكونة خوان بدلوا لي السبيطار داوني خوان بنتي تدريس داوني خوان بنتي تدريس مع ستان تاع الصباح دخلوا لي داروا لي العملية داروا لي العملية من هنا حتى لهنا داروا لي الحديد ولكن دابا هاد العملية خويا مروان ملي كدار راه خصك تبقى واحد المدة في السبيطار انا يعني سيرتو يعني جاتك في واحد البلاصة اللي صعيبة باش تبقى تحرك رجلك بقاش هما ما شنو داروا معاك خلاوك في السبيطار ما خلاونيش في السبيطار جلست عندهم ربع ايام تما قال لك ما تزيدش حق ما عنديش اللي ما عنديش شي واحد اللي يعاون ويوقف معايا ولا يعاونني تما قال لك صافي قال لك انت ما تزيدش هنايا وما درك ياك عارف يقول لك بالفلوس حق ما عندكش الوراق نتاع الباسبور بالفلوس ما عنديش التراخيط ديال تينيس ايطاليا شهادة السكنة ما عنديش يعني صاحبي بقيتي مرمي خرجوك بقيت مرمي خرجوني الزنقة حتى جابوني هنا الدراري يعني الدراري دابا الله يكثر خيرهم الدراري 20 ديالك يعني على الاقل بعدا وقفوا معاه يعني وجابوك لهنا وخا جابوني هنا يا مسكين هما اللي كتشوف راه البرد غيدخل عليكم هنايا صاحبي والله اذا كان تقصعوا كيدخل علينا البرد بزاف ونتقصعوا الدراري مساكن كيدبانيوني بالماكله تما مره فين يتحركوا ويدبروا هكا الماكله يدبانيوني هنا يعني دابا راه ما كاش الدراري ما كاش الذي يعقل عليا كاع كما كتشوفوا الاخ جزائري اللي وقف مع اخ مروان هنا واحد من الدراري 20 اللي تعاونوا معاه كاع رانا واقفين مع زعما ماشي غير انا وحدي رانا انا وهذا الطنجاوي راه كان اللي كانوا معاه هنا كان يتهلا فيهم كان يخدم كان متهلا فيهم حق ربي صاحبي ماني نكذب ما نساش خيرهم اللي جانا هما جابوني هنا راك فاهمني ما راني نقول لك بلي هو كان متهلا فيهم بعد كي طاحت به الاخر كل واحد جبدها فهمني كل واحد راح بالموقع جبد الموقع صاحبي يعني مروان كان كيتهلا فيهم ملي يعني تضرب ما عقلوش عليه ما كانش يعقل عليه باش تعرف بلي هادي غربه صاحبي فري تلقى بزاف وجوه قايل لي عندها 10 وجوه صاحبي ضربه مره يعني وانا راني حاس به صاحبي باسكو انا راني حارق روحي صاحبي بليسونس وكيما راني نقول لك بلي كان عيباتك ما با ما جاوش صحابي ما جاوش شافوني وهذاك الشيء اللي بان لي انا انت محروق بصح انا نورمال فاهم فوتها على بي انا نعرف شنو كاين صاحبي فاهم وانا ما نساش خيرها باسكو تهلا فيا صاحبي مروان هو هذا مروان اللي راه مضروب في وجهه ثاني هما انا كنت في الزنقه صاحبي فاهمني انا هما جابوني وتحيه للناس ديال الجزائر ان شاء الله صاحبي انا كاع في رحبه وما نساوش راه معانا الجي ألجي ولي ماذا بيكم خوتي اللي قد يعاونا يعاونا ألجي خاوة ما كاينش لعشا هذا ان شاء الله بيبا الرايا بيبا الرايا بيبا الرايا بيبا السلام عليكم السلام عليكم عواشركم مبروكة رمضان مبارك سعيد دخلوا عليكم الصحة والعافية الإخوان وخوتي المسلمين الإخوان اللي بغى يتعاون مع هاد الولد هذا راه يتعاون معاه في سبيل الله راه الاخر سيمو بالعيله اخوتي الا تالبنا له
ماشي ما تقدرش توصل داك الشيء هذاك مع رمضان العواشر هذه بوبريتا دوس يعني دوس ما دوش شهر هكا الحديد في رجلو ما يقدرش يطويها بوبري والله العظيم الكروسه كنت ديوال الكروسه هايدا معي مع واحد السيد الجار ديالنا هنايا كنخرجوا بها هايدا يضربوا فيه الهواء هكا يقدر يتعاون معاه في سبيل الله اخوان والسيد راه هو درويش يعني ماشي شي واحد والله الا كان كيجي الانسان هنايا مريسكي براسو كيباش في الزنقه بوبري كيتعامل معاه يدخلوا يباس شهر شهرين حتى يدبر على راسو كيمشي في حاله يعني انسان تابع بعد الا كان عمل شي غلط هذيك كيعملوا الانسان ربي يغفر له والحمد لله الانسان يرجع من الموت شاف الموت بعينيه يعني الانسان راه كي ضروري يشوف وجه الله يعني ربي كيجيب لك واحد السبب يعني باش ترجع للطريق ديال الله وشكرا للاخوان اللي قدرتوا تتعاونوا معاه في سبيل الله الاخوان الله يرحمكم الوالدين كنشكرك اخويا اسمك الله ابراهيم شرفين خويا ابراهيم كنشكرك كما كنشكروا الدراري اللي وقفوا مع مروان وكنقول لكم يعني خليكم متحدين مع بعضياتكم ضروري بعضياتكم هنا في الغربه الغربة صعيب يوقف معاك البراني فهمتي نعم لكن هنا اللي عندهم العائله ديالهم ما عقلوش عليهم نعم والله الا كنعرفوا بزاف ديال الحالات هنا عائله ديالهم ما عقلوش عليهم فهمتي نعم فانتما يعني وقفتوا مع مروان الله يشافيك اخي مروان ان شاء الله واقفين مع بعضياتنا يعني في يعني مثلاً الانسان لا تفارق مع بعضياتو كيقول يعني واحد الهضره مزيانه داز واحد الانسان يعني كتكون كيبقى لك في البال ديالك يعني معامل يعني درتي فيا شي حاجه واخا اي شي حاجه بسيطه كتبقى لي مرسوخه في البال ديالي دائما كتبقى تجي لك في البال ديالك الله يرحم لكم الوالدين وجزاكم الله خيرا اخوتي واخويا حنا اللي علينا شوف حنا اللي علينا درناه كما انتم اللي عليكم درتوه دابا اللي باقي يبقى على الناس المتبعين اللي كيتفرجوا في الفيديو الله يوسع وقتكم على خير الوالدين اخوتي راكم تشوفوا الحاله راكم تشوفوا الحاله بعينيكم واللي بغيت نصور لكم الجرحى نصورها لكم غادي نصيفطها لكم مع الاخ تصيفط لي شي فيديو لهادي باش نعملوا فيديو ان شاء الله كاين الاخوان يعني انتم كتشوفوا كل شيء دابا انت شنو الضربه اللي عندك في الفخاد ديالك من هنا ما كنتش نطوي انا رجلي كاع خصها تبقى دائما مسرح هاكا غادي نشوف معليها بهاد الرجل تحت انا كتكاليها من التحت ما نقدرش انا نخليها تنطوى حقاش انا داري اللي والدراري اللي كانوا معاك في التنوبيل واحد ما تقاس تقاسوا شي دراري تقاسوا ثلاثه تاع الدراري اللي كان سايق ما تقاس الا اللي كان سايق يعني هو مول المونتيف اللي ما تقاش اللي ما تقاش وانتم جات فيكم الضربه انا اللي جات فينا الضربه هبل لي العشيور ديالك هنايا وقلت لهم ضربوا حتى هو كان معاك لا يا ودي دابا خويا مروان واش مندمتيش هذاك النهار كاع ما قلتيش ناقصك وما طلعتش لا انا حد الان نادم اقسم بالله اني نادم بحال اللي تولد دركي صافي بحال اللي تولدت من جديد دركي بحال اللي صافي ما واخا دركي نشوف شي لوطو نبعد منها كاع ما نزيدش كاع نقرب كاع صافي بحال اللي دركي تبلدت من جديد ما فات عليا الازمه مره فات درك كنا برجلينا خدامين الحمد لله نجيبو ما ناكلو دركي لقيتي راسك دابا انت ما قادرش تتحرك ما قادر بنادم يتحرك باش يدبر على راسه ولا ما كانوش الدراري درك خصك تفهمتني تبقى بالجوع باقي صغير شحال في عمرك دابا انت درك انا في عمري 24 عام انت كواطر 24 عام يعني باقي شاب مقتبل العمر يعني راه باقي جون صغير يعني باقي قدامك الحياه ولكن دابا انت الا ما لقيتيش اللي وقف معاك غتبقى رجلك كضيع كدان مالين الدار في راسهم الوالدين في راسهم الوالدين هو شنو كان الاحساس ديالهم وشنو الاحساس ديالك انت ما درك الوالدين تسمعوا داك الخبر راه متقصعوا على الوالد حتى الاره مريض عاد باقي مرض في البلاد والله لا طايح مرض حول ولا قوه الا بالله ودرك ما عندهم شكون في حالهم في البلاد ولا بنادم كما نقولوا واقف في البلاد ما عندهم حتى هما بوفريا بحرام معاونين مع الوقت النهار عندهم نهار ما عندهمش كدابا انا كنهضر معاك كنحس بك يعني محروق من الداخل صاحبي راه كنحس بك عالم بك الله الله يا ودي راه التعب لا حول ولا قوه الا بالله دابا شنو اللي يعني شوف خويا مروان يعني حنا جينا عندكم لبرشلونه لبينا النداء ديالك الله يا ودي وجينا عندك حتى لهنا بغينا نعرفوا شنو اللي محتاج دابا انت وشنو المشكل اللي عندك اصلا مع يعني مع هاد الهرسه يعني بغيتي خوتي المغاربه اللي عايشين هنايا ولا راه متفرجوا الفيديو نتاعنا ولا يعاونونا خفوا معانا وشوفوا معانا اي بالله ما وقفنا على رجلينا وربي يسهل عليكم يطول لكم في العمر نتاعكم وقفوا معانا الى راكم تسمعونا وتشوفونا شوف الاخوان باش نكونوا فاهمين واحد النقطه الاخ مروان غلط
ركب مع صاحبه، كان يمكن نقولوا هنا ديك رفقة السوء، ولكن الدري ما عارف ما عارفينش بلي هو سارق طوموبيل الى اخره، ارتكب غلطة. الغلطة كان ادى الثمن ديالها، انتم كتشوفوا الهرسة. يعني ما غاديش نقولوا مثلا واه صافي هو يستاهل حقاش كان راكب، لا صافي جا كما كنقولوا طاح الفاس على الراس. خصنا نوقفوا مع مروان، خصنا نعاونوه، وديك الساعات هو راه خصو يتعلم هاد الغلطة، خصو يبقى يعرف الصحاب اللي بقيت مشي معاهم، ويعرف انه ما يدير شي حاجة اللي غلطة حتى يتأكد منها. يعني بحال هذاك السيد اللي هو سارق طوموبيل وانت ما ما ما, ما قايلش لكم بلي راه سارقها، يعني هذاك ما خصكش تبقى ترافق معاه، فهمتي؟ واو الدراري اللي مساكن تبارك الله عليهم هما جابوك هنايا وتهلاو فيك وجابوك لهاد الدار هادي، يعني على الاقل بعد ما خلاوكش مرمي في الزنقه، فهمتي؟ اما واحد اللي سارق طوموبيل وتحارق الضو احمر وغادي يهرب من البوليس، يعني هذا راه بقيت تبات هذا بنادم هذا تلقى راسك انت احمد الله جاتك التهريسه ما جاتكش شي حاجه اخرى، فهمتي؟ في اخر المطاف راه كيبقاو الوالدين اللي كيتحرقوا لان هما اللي طرف من الكبده ديالو. دابا خويا مروان، باش تقدر تكمل العلاج ديالك شنو اللي مطلوب هنا؟ شنو كيطلبوا لك؟ تقي خصني شهاده السكنه يعاونوني باش ندير شهاده السكنه، باش ندير هذيك التراخيطه نتاع الطبيب باش نبقى نمشي نتعالج. لحقاش كما دازوا بزاف الحالات عندنا في القناه، الا ما عندكش ديك التراخيطه ديال الطبيب ما غادي يقدروا يديروا معك والو. يعني شهدوا مثلا في الوقت اللي وقعت فيه الحاله كيديوك لارجنت، ما كيخليوكش تموت في الزنقه، مي كيديروك داك الواجب كيخرجوك للزنقه، من بعد صافي دبر راسك. اما الا عندك ديك التراخيطه تقدر تبقى تعالج، تسويفي معاهم، يقدروا يحيدوك الغراز، يحيدوا لك. عندك شي تصويره ديال العمليه ولا ما عندك ديال الرجل؟ لا ما مصوراش بصح تم ديك الساعه من بعد تصورها وتصيفطها لي في الواتساب. لا نصورها كنصيفطها في الواتساب باش يشوفوا الناس الدقه اللي عندك. يعني بانت لي انا الدقه شويه قاصه. سي لا مازال ما صورتهاش انا، حقاش كانوا ضاربين لي بالخياطه بالكرافوز. بالكرافوز حيدوهم لك ولا مازال؟ البارح البارح حيدوهم لي، كانت عندي سيطة البارح حيدوهم. يعني دابا تقريبا كملتي شهر على الحديثة كما قلت لي. كملت شهر على الحديثة سي. يعني الموضوع باقي طري. والبوليس ما دار معكم والو؟ ما تابعكم؟ مازال ما داروا معنا دركي والو. دركي ما حتى المحكمة مازال ما عطيناها لنا، عطينا ورقة بصح المحكمة مازال ما عطيناها لنا. تسناونا حتى نبرا و وداك الدري ما بقاش بالي الاثر مول الطوموبيل. لا مازال ما بالي الاثر. ونشوف هاكا راسي والله الا ضايع بزاف، حقاش مانيش نقد كاع، مانيش نقدر حتى نوانطي بزاف. حتى الدواء كمل لي دركي، ما خصك باش تجري على الدواء داير 24 اورو الكاخا. ديال اش الدواء اللي كتستعمل؟ كندير نضرب لي كنضرب ليبرا بعدا هي الاولى. باش تنقي لك شويه الحرائق. باش تنقص لي شويه الحرائق، كناكل واحد الكنينات نتاع العظام. حيت دابا هما شنو دابا داك العظم اللي قلتي خرج لك من جهه الركبه؟ خرج لي من هنا من هذه الجهه هذه. دابا هما ردوه بلاصتو وكلاوه بالحديد. ردوه لبلاصتها داروا باش كيشد البلاصه. داروا له الحديد من هنا حتى لهنا مشيت للبلاصه. دابا انت تفورست من هنا باش خرج من هنا. حقاش ودت الفرصه ودت من هنا يخرج لي من هنا عاد. دابا يعني حتى داك الدواء ما قادرش تشريه؟ الدواء ولا ما قادر نشريه. الدراري راك عارف على حساب تما شويه، مره راك عارف مره عندهم مره ما عندهمش، كيجيبو ما ياكلو. انا باغي نتعالجي بصحتي باش نوقف على رجليا، او حتى كنبدل حياتي نخدم. شو بندير وريقات؟ انا ولد عند والدي راه دمرت معايا في البلاد وعاد مرة 4 سنين ماشي يوم. يعني راه توحشوك خصهم يشوفوك. لا يا ود انا مدمر معاهم، يقولوا لي قد نتا وعين شوي والدي يسب رجليا شي واحد يعاون رجليا الرجل نتاعي نبران نوقف على رجليا نخدم. يعني السيد مروان راه ما كيطلب والو، كيطلب غير رجلو اللي يوقف معاه يتعاون. دابا هما اللي مهم راه دارو انه دار الحديد، اللي خاصو دابا غير ديك يسويفي مع الطبيب، يشري ديك الدواء، يعني شي حاجه بسيطه. يعني نتعاونوا مع خونا مروان وان شاء الله يرجع بصحيحته. واهم حاجه اللي خصك توعد بها الناس هي انك هذاك العالم اللي كنتي فيه تبعد منه. لا صافي انا قدام الله الا بحال اللي دركي تزاديت من جديد، اللي تزاديت من جديد دركي صافي بحال اللي كل شيء. دابا انت راه بحال ربيتك عمر. دركي راني بحال اللي نحمد الله دركي جاتني شويه في الرجل، مانيش نقدر نوقف. راكم جاتي مت الله يستر، ما عندي لا سوكور ولا والو، كادي ندير نهبط للبلاد. مشات حياتي صافي. والديك اللي تجي فيهم الدقه ماشي انت. لا دركي جات كاع في الرجل، عاد فوت واحد المده كما نقول واحد العام ولا خصني نمشي للمحسنين يوقفوا معايا شويه. فوتي هاد
شوف باش نكملوا هذا الفيديو دابا الناس راه عرفوا شنو خصك وعرفوا شنو متطلبات. بغيتك توجه شي كلمه لهذوك الناس المحسنين والوالدين ديالك، بغيتك توجه لهم شي كلمه لان هما في المغرب راه محروقين عليك دابا وكيتسناو على الله واعا يشوفوك جاي من اوروبا انت ومصوفي امورك. توجه لهم شي كلمه وتوجه للناس اللي باغي تطلب منهم مساعده. نطلب من الوالدين يسمحوا لي بزاف، راني عذبتهم معايا ولا لا، نطلب منهم السماحه بزاف والله يطولنا فيهم في العمر ان شاء الله نشوفوهم نودوا وريقاتنا ونشوفوهم وسمحوا لي بزاف. لا تشوفوني وسمحوا لي بزاف، والناس اللي راه تفرج فيا نطلبوا الله نقول لهم الله يرحم الوالدين عاونوني وقفوا معايا عين وقف على رجليا، نطلب ربي يسهل علينا نرجلوا الوريقات. خويا مروان الفيديو ديالك يعني كما كتعرف انت يعني راك متبعنا وكتفرج فينا، الفيديو ديالك غادي يدوز عندنا في القناه في اليوتيوب، ونتمنوا على الله يعني المحسنين اي واحد اللي قدر يعاون اخ مروان باش ما كان ولو غير بالدعاء. يعني النمره ديال اخ مروان غنخليوها لكم في اول تعليق، باش اللي بغى يتواصل معاه اللي بغى يهضر معاه اللي بغى يسول فيه اللي بغى يشوف الضربه اللي بغى يشوف التقرير ديال الطبيب اللي بغى غير يدعي معاه اللي بغى يصيفط ليه اي حاجه غتلقاو النمره ديال اخ مروان في اول تعليق، تواصلوا معاه دعيو معاه. ما عندي ورقه تاع الطبيب. عندك ورقه ديال الطبيب ياك؟ واه عندي السيطه نشوفها. المهم الناس اللي بغى يتعاون معاك راه غيشوفها، هما كيلو ديال الورق عنده هنايا. شوف الاخوان باش نختموا هذا الفيديو هذا كما كنقول لكم دائما كونوا رحماء في التعاليق، يعني ما تقولوش وانت كما كنتش مشيتي كما كانش يوقع لك ولا انت تبعتي ولا انت كذا انت كذا. دابا كما كيقول طاح الفاس في الراس، يعني ما لا طلع عطاه السيد تهرس من رجله الا غدعي معاه شي دعوه الخير احسن، اما ما خصكش دير كون درتي ما كون درتي داكشي وقع لا طلع عطاه. فنتمنوا والله ان شاء الله تعاونوا مع اخ مروان، اللي ما قدرش يعاونوا غير يبارطاجي الفيديو لان دلو على الخير كفاعله. ودابا العواشر هذه